السلام عليكم، مرحبا بكم الاخوان. ما تنساوش واحد لايك وبارطاجيو هذا الفيديو، ديروا واحد لايك. مهم، انا نهضر في موضوع اللي مطلوب بزاف بزاف ديال الناس كيسولوني على الريغو بارفورماسيون. المهم هذا الفيديو ما يكونش طويل، اللي كنت باغي تستافد. اول حاجه، الريغو بارفورماسيون يقدر يستافد منه اي واحد ما عندوش الوراق في اسبانيا، ولكن خصو يكون ضروري عنده الاقامه ديال عامين، كيتسمى عنده شهاده سكنه ديال عامين هنا في اسبانيا. يعني خصك تكون عندك شهادة السكنة كتثبت بأن أنت عندك عامين أو لانتي، وخص تكون عندك مثلا الحسن السيرة من المغرب، ما عندك فيها حتى شي مشكل، لا شيء خص يكون فيها، ومترجمة من البلاد. هاد جوج الحوايج إلا كانوا عندك، عندك الحق تدفع هنا في إسبانيا الريغو بارا فورماسيون. يعني غتشد واحد ترخيطة ديال التكوين، هداك التكوين ما كيطلبوش فيه بزاف، 200 ساعة. 200 ساعة ما هي والو، ولا درتي غير شهر يوميا كدير 7 8 ساعات غادي تكملها. يعني ماشي شي كورسو كبير، اولا مثلا شي سوايع بزاف، ولا شي وقت اللي غتضيع بزاف. يعني واخا تضيع الوقت غتستافد. وهاد الوراق هادو عندك الحق تمشي بيهم المغرب، عندك الحق تبدل بيهم بيرمي، وعندك الحق كذلك دير بيهم بيرمي. هاد القضيه ما كيعرفوهاش الناس بزاف. هذا هو الريغو بارا فورماسيون، تقدر تستافد منه وكيجاوبوك في اقرب وقت، ما كيفوتوش 45 يوم ولا 40 يوم كيجاوبوك. يعني هادشي اللي كاين اخوتي في الريكو بارا فورماسيون. وكاينه واحد الحاجه اللي هي زوينه ان شاء الله نهضروا عليها في فيديو الجاي. السلام عليكم.